هنا الصدر المستطيل بالطريقة الثالثة، خلصتها خلاص اهي. فامسك الشغل بتاعي اطبقه كده علشان يبان لي مكان الكمام. هنا الكمام، لكن انا مخلصه هنا، فانا عايزه اوصل للجزئيه دي ازاي؟ في طريقه ان انا امسك ايه، امسك الشغل بتاعي كده، عايزه اوصل بيه للزاويه هنا، اوصل بيه للزاويه هنا، امشي بيه منزلقه لحد ما اوصل في كل غرزه سلسله، اعمل منزلقه، بتحرك بمنزلقه اهي كده. كل غرزة سلسلة منزلق في كل غرزة عمود بلف، اقصد اهي كده منزلقة لحد ما اوصل للزاوية بتاعتي. انا هنا خلصت لحد ما وصلت للزاوية اهي، اخر غرزة منزلقة عملتها. نطبق شغلنا بقى كده على بعضه، نقوم عاملين واحد اتنين تلاتة سلسلة، واكمل شغلي عواميد بلفة فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة من غير اي زيادات، ما بزودش خلاص، انا وقفت الزيادة بتاعتي فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة لحد ما اوصل للزاوية التانية. انا هكمل الشغل كده بنفس الطريقة من غير اي تغيير لحد ما اوصل للزاوية دي اهو. هشتغل الجزء ده كله وارجع لكم تاني. انا هنا قربت اخلص السطر اهو، خلاص قربت اوصل للزاوية. هشتغل كام غرزة اللي فاضلين لي اهم، تمام كده. فاضل لي ايه كده؟ المفروض ان انا هعمل الكمام. انا خلصت السطر كده معايا، اقوم مزوده تلاتة سلسله، واحد اتنين تلاتة، دول بيبقوا تحت الباط، بيدوا راحه كده في الشغل، وفي لما يجي يتلبس بيبقى كويس. بطبق الشغل كده اهو، السلسله بتاعتي زودتها اهي، واقوم طبق الشغل كده مع الزاوية. الزاوية فين؟ الزاوية ايه؟ اقوم جاية هنا عاملة عمود بلفة في اول واحدة كده اهي، واقوم مكملة الشغل مع بعضه كده اهو، كأنه سطر واحد، يعني مش بقلب الشغل، تاخدوا بالكم الشغل ما يتقلبش اهو، كأنه سطر واحد اهو. واكمل الشغل نفسه كده لحد الزاوية التانية اللي هي في الاخر هنا، علشان اعمل الكم التاني. اخلص السطر واجي لكم. انا هنا قربت اخلص السطر بتاعي اهو، قربت من الزاوية، اخلصها معاكم علشان نشوف ازاي هنعمل التلات غرز سلسلة اهي. الغرض من الغرز السلسلة التلاتة دول بيدوا وسع تحت الباط وراحة في الهدوم، وخصوصا ان الشغل اللي معايا شتوي، فبيضايق الشتوي، لو ضيق بيضايق الواحد اهو. انا كده خلصت السطر بتاعي، اقوم مزودة تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة واهي، وانا طبق الشغل اهو، الشغل مطبوق اهو اهي، دي اللي اهي مطبوقة اهي. اقوم نقلة للسطر اللي تاني اللي جنبه بمنزلقة، ما احنا اشتغلنا فيه اهي نفس الاتجاه، ما بنغيرش الاتجاه اهو،
كده كأنهم نعملهم سطر واحد كده، والمنزلقة بندخلها كده اهي كده. انا قفلت، ارتفع 3 سلسلة واقوم شغالة عمود بلفة فوق كل عمود بلفة. خلاص كده كأنه ايه، هو بقى سطر واحد هندير ما يدور بقى اهو. هكمل السطر لحد ما اوصل للسلاسل، السلاسل اللي في الاخر دي اهي اللي احنا زودناها هنا، وارجع لكم تاني اخلص الجزء ده، السطر كله على بعضه، وارجع لكم تاني. انا هنا قربت لنهاية الصف خلاص اهو، نهاية السطر بتاعي اهو، كام غرزة فضلالي علشان نشوف هنعمل ايه في الـ3 سلسلة اللي احنا زودناهم علشان يدولنا الوسع تحت الباط اهو. خلاص انا كده خلصت الصف. انا زودت كام سلسلة؟ 3 سلسلة، يبقى في كل سلسلة عمود بلف. يعني انا في شغلي زودت 3 سلسلة، انت زودتي 2 سلسلة، يبقى 2 عمود بلف اهو. فاحنا هناخد هنا ادي اول سلسلة بنعمل فيها عمود بلف، وادي تاني واحدة نعمل فيها عمود بلف، وادي تالت واحدة عمود بلف. كده بعد ما كان عندي 3 سلاسل عملتهم 3 عمود بلف اهم. نكمل بقية السطر كده، بقى سطر واحد خلاص اهم، بقى كلهم سطر واحد. نمشي نكمله لحد ما نوصل للسطر بقى من الناحية التانية اللي هي هنا دي كده، السلاسل التانية اهي. هنكمل بقى هنا كده لحد ما نوصل للسلاسل التانية، عشان احنا اصلا الشغل ده مقفول مفيهوش ناحية مفتوحة اهو. هكمل كده كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلف اقصد، ازود عليها عمود بلف كده. واستمر في الشغل بالشكل ده لحد السلاسل التانية. انا قبل ما يعني قبل ما اوصل للسلاسل التانية بشوية هرجع لكم علشان نشوف هنكمل ازاي. انا هنا وصلت اهو وصلت للسلاسل اهو كده، دول اخر غرزتين في الصف بتوعي، وبعد كده هننقل للسلاسل. احنا اتفقنا ان احنا زودنا 3 سلاسل، يبقى ب3 اعمدة بلفة. ادي عمود بلفة، ندخل جوه السلسلة كده ونعمل العواميد بلفة بتاعتنا. ادي التانية، وادي الغرزة التالتة بتاعتنا عمود بلفة برضو. نيجي هنا بقى نقفل ايه، نقفل السطر بتاعنا بمنزلق اهي، ونرتفع 1 2 3 علشان نكمل بقية شغلنا. ونكمل بقية الصف الجديد بتاعنا هو بالشكل ده، يبقى ده الصدر المستطيل بالطريقة التالتة اتقفل معانا اهو اهو. ونقدر في الحالة دي نكمله بلوفر او بلوزة
او ايا كان اللي هنعمله، يعني نكمل بقية الاسطر، وفي نهاية كل سطر نقوم عاملين منزلقة، قافلين بمنزلقة، ونرتفع بثلاثة سلسلة، ونكمل بقية الشغل بتاعنا. اهي الرقبة اهي. لو استفدت من الفيديو ده ياريت ما تنسيش الشير والسبسكرايب والكومنت، تسيبهولي لو في كومنت او تعليق تسيبهولي تحت الفيديو. شكرا لمتابعتكم، ويا رب يا رب اكون بفيدكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.